السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف إزاي نعمل الوزرة في برنامج الريفر. تمام. طيب خلينا نشوف الوزرة هتحط فيه. خلينا نبعد السقف ده مؤقتا عن طريق إن أنا أقول له اتش اتش أعمل له هايد أو أعمل له سبيس إليمنت. سبيس إليمنت مش بيحركه في الحقيقة، يعني لو دخلت في السكشن أو البلان هتلاقيه متحركش. هنجرب بس يبعد كده عشان نقدر نشوف الشغل اللي تحت. وليكن مثلا نعم عايزين نعمل الوزرة مثلا فين في الحتة ديت. في كذا طريقة لموضوع عمل الوزرة. ممكن ان انا اجي اعمل الوزرة من هنا من الاركتكشر، اجي هنا من وول اقول له انا عايز اعمل سويب وول سويب. تمام. فهو بيقول لي حط السويب مثل ما انت عايز بالشكل دوت. ممكن تحط هوريزونتال، ممكن تحط فيرتيكال بالشكل دوت. تمام. انت لما تحطه هنا وتيجي على الحته اللي بعد كده هتلاقيه بيتحط اوتوماتيك في نفس الارتفاع وبيتعمل قط للحواف اللي عندك. تمام. دي طريقه. وممكن تعمل سيلكت كده وتدخل هنا ايديت وتعدل الشكل زي ما انت عايز، عايز اريا، عايز اي شكل. تخش على البروفايل ده ديفولت وتيجي هنا لو في اي اشكال تانية تقدر تشوفها او تقدر تحمل اشكال جاهزه من بره. تمام. تبقى الوزره بالشكل ده. دي طريقه. طيب خلينا نشوف طريقة تانية، وهي إن أنا هاجي هنا على الوول ده وأقول له إيديت تايب وأدخل هنا في الإيديت وهبدأ أعمل الوزرة هنا في الفينش. هاجي أقول له أنا عايز أشوف البريفيو أهوت. نيجي نعمل سيلكت أغير هنا لسكشن، هتلاقي دول ظهروا معايا. نقدر نضيف سويب زي ما احنا عايزين اهو بالشكل دوت. بيقول لي حدد البروفايل، حدد الماتيريال، حدد الديستانس. اقول له ات البروفايل زي ما انت عايز، عايز الديفولت عايز تغيره مفيش مشكله. الماتيريال قد ايه، المسافه قد ايه. تمام. خلينا مثلا نقول له 500. تمام. الكات وول تبقى بالشكل دوت. خلينا نقول له اوكي. ظهرت هي بالشكل اللي معايا. تمام. طيب هل في طريقه كمان؟ اه في طريقه كمان هنبدا نشوفها مع بعض، وهي ان انا ارسمها من كومبوننت موديل امبليس. تمام. هنقول له مثلا عايزين نرسمها خليها مثلا وول، حط مع الوول مثلا اوكي اوكي. وهنبدا نعملها سويب. تمام. بسويب يعني هبدا احدد المسار وبعد كده احدد الشكل. اقول له سويب. خلي بالك الوزره دي في الحته دي اتعملت عكسي، فلما نعكس الحيطه لما ندخل نغير الابديت يعني الانتريور والاكستريور هنا مش مظبوطه. طيب اقول له سكتش باص وابدا احدد ان الوزره بتاعتي مثلا هتبقى مرسومه هنا كده. درو شو سيت نبدا نحدد مساحه العمل اللي احنا هنشتغل عليها بالشكل دوت. من هنا لهنا ومن هنا لهنا. واقول له اوكي. كده انا رسمت المسار، ناقص ان انا ارسم البروفايل. فهقول له ايديت بروفايل وترسم البروفايل زي ما انت عايز. وليكن مثلا على سبيل المثال ارسم خط من هنا لهنا وبعد كده ارك من هنا لهنا وبعد كده لاين من هنا لهنا. تمام. هو رسمها لي اهو. تقدر تعمل سيلكت وتقدر تغير الارتفاع لو انت عايز. تمام. دي تلات طرق عشان ترسم الوزرة. تمام. تقدر تعمل سيلكت نعملها فوق من هنا لهنا مثلا، نشيل العلامة دي.
ونرجع بقى لل 3D اللي هي بشكل اهو عندنا 3 اهو.